زي النهاردة منذ 29 عاما تغلب شباب الأهلي على نجوم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس مصر. الأهلي الذي خاض اللقاء بفريق من الشباب دون 19 عاما بعد قرار إدارة النادي بإيقاف نجوم الفريق المتضامنين مع المدرب محمود الجوهري. فاجأ الجميع وتقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر حمادة مرزوق، ثم رد الزمالك سريعا بهدف لنجمه فاروق جعفر بعدها بدقيقة واحدة. في الشوط الثاني أعاد محمد السيد الأهلي للمقدمة عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم أدرك الغاني إيمانويل كوارشي التعادل للزمالك بعدها بتسع دقائق قبل أن ينجح البديل طارق خليل في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 95، ثم ضمن الحارس أحمد شوبير تأهل فريقه لنصف النهائي بعد أن تصدى لركلة جزاء نفذها سعيد الجندي في الدقيقة 97. زي النهاردة منذ 15 عاما أحرز المنتخب المكسيكي لقب النسخة الرابعة لكأس القارات بعد فوزه على نظيره البرازيلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين على ملعب الأزتيك الشهير في العاصمة مكسيكو سيتي أمام أنظار 110 ألف متفرج.